ربنا نوريك زي ما نبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد سعدتي الله الوطن انا والسيد رئيس المجلس الاقليمي لواء الذهب. ان تنظيم هذه التظاهره هو تعبير التظاهرات الوطنيه والدوليه، هذه التظاهره الرياضيه اللي نظمها نال لاخذ شواهدهم. نادية تباع مديرة النادي الملكي للغولف بالداخل. نظم النادي الملكي للغولف بالداخل تظاهرة رياضية احتفالا بالقرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه. في الحقيقة تنظيم هذه التظاهرة هو تعبير عن سعادتنا بهذا الانتصار الدبلوماسي للمملكة المغربية تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذه التظاهرة عرفات بالإضافة إلى المسابقة الرسمية اللي احتضنتها مسالك الجولف الملكي بالداخلة تنظيم حصة تدريبية لفائدة عدد من أطفال المنطقة اللي الهدف منها هو البحث عن مواهب لتكوين منتخب يمثل جهة الداخلة والذهب في الملتقيات والتظاهرات الوطنية والدولية إن شاء الله.